جنيه. أيوة. جبهة بتاعته مكتوب عليها بالعروق كده الله خلصة. هل يدل على ذلك في شيء؟ يا أخي الكريم ما معذرة يعني معرفتنا بالله فاطر السماء والأرض أيوة الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحده أقوى ملايين المرات من توهمات تجدها على جبهة ابنك. طب لهذا يعني لسنا بمتوقفين كي نؤمن بربنا على صابع مكتوب عليه 81 و18 تقول الأسماء الحسنى تسعة. أنا فاهم حضرتك. أنا فاهم. لا دي كل هذه توهمات. احيانا دخلنا مع بعض الاخوه الله يغفر لهم الله يبارك كانوا في مساله التصوير غلاة في المنع فكان احدهم يقف امام شجره محترقه شجره محترق يعني شجره اشعلت فيها النيران وباقي الجزء قل هذه الصوره يا اخي كيف صوره يا اخي قل لك انظر هذه الراس وهذه اليد وهي شجره محترقه فيجلس شيطانه يوسوس له وساوس كبيرة. طب وبعدين طب هنعمل ايه؟ طيب يقول كسرها يجب بيكسر من الجوانب. يا اخي هذا غلو وشطط شطط. الله يبارك حضرتك. فانت انتبه ابني مكتوب عليه على الجبهة لا اله الا الله في نور بيخرج من كذا. كل هذه الاشياء يعني ليست هي الاساس في ايماننا بالله ابدا. بارك الله. ايماننا بالله سبحانه في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في أنفسكم في السماوات في الأرض في الدواب في عالم البحار في عالم الطيور في كل شيء لله آية في اختلاف ألسنتكم وألوانكم. بارك الله فيك.